اللي بدنا نذكرها. غازية، فيلم اللي كيدوي على المغرب ديال اليوم والمغرب ديال الماضي، بداية ديال الثمانينات. وكان شوفوا في هذا الفيلم كيفاش واحد المعلم عبد الله أستاذ فقد إصلاح تعليم في البداية ديال الثمانينات، كيفاش هذا الطريقة المصير ديال هذا المعلم كانت عندها واحد الانفلونس على بزاف ديال البطال في المغرب ديال اليوم. وفيهم ربعة ديال البطال اللي كنشوفو في الفيلم اليوم: سليمة، جو، حكيم، وإيناس. وكل واحد كيعيش واحد لو كومبا ديالو في بلاصتو. حنا عندنا واحد اللغة ديالنا اللي هي اللغة المغربية، شي كيقول الدارجة، أنا كنقول اللغة المغربية. حنا على كمغاربة عندنا هاد اللغة ديالنا، وكاينة واحد اللغة اللي كتجمعنا على كعرب اللي هي العربية الفصحى. في البداية ديال الثمانينات كانت واحد الإصلاح تعليم اللي بدات في الستينات في الوقت موالي الاستعمار، اللي هذا الاصلاح كتبغي تجمع كل شيء في المدارس تحت هذه اللغه العربيه الفصحى. واللي كنقول انا هو مزيان نعلموا أطفال الدراري ديالنا العربية الفصحى، ولكن واحد الإصلاح اللي هي مهمة بزاف بحال هاد الإصلاح التعليم اللي ماشي غير في المغرب في تونس في الجزائر في هاد الوقت كتوجد. وشكون اللي كيتوجدوا هاد الإصلاح؟ هما الأولين، هما المعلمين هما كل شيء، هما العلاقة مع الأطفال، وما توجداتش. إذن هادوك الأطفال اللي كانوا كيدويو بتشلحيت، بالتاريفيت، بالتمازيغ، بحال إلا خدينا لهم واحد الطرف ديال الثقافة ديالهم، حيدنا لهم هاد الطرف، وجينا بزز نبلاصيو هادوك العربية الفصحى، اللي هي نعاود لك لغة زوينة وخاصها تعلم في المدارس، ولكن ما خصناش نساو على الجنسية ديالنا وثقافتنا. واللغة مهمة، واللغة هي اللي كتجمعنا. مصريين بحال اميراتيين وتونسيين اللي شافوا الفيلم في دبي عجبهم هاد القضيه ديال ليدنتيتي، جنسيه عربيه، وكيفاش فهاد ليدنتيتي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف، هو حريه ديال كل واحد. و الى خديتي الشاب مثلا مصري عيش هو في 2011 هذه القضيه سياسيه وسوسيال مع لا ريفولوسيون ايجيبسيان، ياك كانوا هما وسط هاد الاسئله ديال حريه. دونك هذا الموضوع اللي كندويو عليه في غازيا ماشي غير موضوع اللي كتقيس مغاربه واللي كدوي على المجتمع المغربيه، كدوي على اي مجتمع، وخصوصا في الاعلام العربي، باسكو حنا كنشاركوا هذوك المشاكل حنا كاملين. ونزيدك فوق من العالم العربي كندويو على بزاف ديال المشاكل اللي كيعيشوا على بغا في اوروبا مثلا ولا في امريكان.
حنا بالنسبه لحريه مثلا ديال لي دووا سيفيك لي دووا سيفيك لي ليبرتي او لي دووا سيفيك كنا كنفكروا شحال هادي امريكان صافي داكشي داز لو كومبا ديال لي نوار مثلا باش ياخذوا الحقوق ديالهم داز في امريكان نقولوا 80ات 90ات صافي سالينا بدا داكشي جا اليوم واحد الرئيس سميتو دونالد ترامب وما خرجوا بزاف ديال دي بوبولاسيون كنقولهم لي سوبريماسيست بلون لي بغاو يقتلوا شي واحد على قاش هو كحل دونك لو راسيزم القضيه مثلا سي با سامبلومون انا في العالم العربي ولا في المغرب ولا لا اوجوردي بزاف ديال بلاد في اوروبا في اوتريش في هونغري كاينين دي اون بوسي واحد ديماغوجيا في السياسه اللي كتخلي الناس في واحد الحرب في لا سوسيتي بور لا ديفونس ديال لور ليبرتي ou dire leurs droits, dire le hukouk dialo. Donc Razia Kifken Goulou, c'est un film, un film qui doit aller à l'alam sur l'état du monde. Mais c'est réel à l'Maghreb. Mais c'est qu'un khaf à l'Maghreb, qu'un bré à l'Maghreb. Ou qu'un wahad li ki bré chez wahad ou li ki bré chez haja, bré y hdé à la haja ou la wahad. كاينه ولا ما كايناش اذا كنبغي المغرب وفي نفس الوقت كنقول بنتي كنفكر على المستقبل ديالها بغيتها تعيش في هذا المغرب بالحقوق ديالها على ك بنت ما ملي غتكبر كنفكر فيها و ملي كتجي وكتدخل الدار في الليل وكتقول لي الواليد ما نقدرش نتمشى في الشارع لابسه واحد الكسوه بلا الناس يعيروني انا حزن وملي كنشوف في سيدي مومن هذوك الدراري في المركز الثقافي نجوم سيدي مومن اللي بنيت مع محبين بين كيقولوا لي مثلا الحلم في هذه البلاد ماشي ديالنا باش تحلم اليوم في المغرب خصك تكون ولد فلان الا ما كنتيش ولد فلان ما تقدرش تشوف المستقبل ما عندكش مستقبل انا حزن وبغيت نقول لهم لا كاين واحد المستقبل كاين واحد الامل في المغرب ولكن خصنا نبدلو شي حوايجات باش نصالحوا البلاد فهمتي هاد البلاد باش يكون حسن بالنسبه بزاف ديال لي دومين فيهم التعليم هو الاول